بقنابل تزن ألفي رطل ونحو خمس قنبلة خارقة لتحصينات تزن طنا من المتفجرات وخلال مئة وأربعين ضربة أقساها على المقر المركزي لحزب الله مضت الساعات الأولى على اغتيال حسن نصر الله وبإعلان الجيش الإسرائيلي مطبقة على صمت حتى نطق الحزب رسميا بنعي أمينه العام نصر الله. هو أخي لغتصف... التسارع الذي بدأ باغتيال القيادي البارز فؤاد شكر واغتيال هنيه في طهران ومن ثم هجوم البيجر وتفجير آلاف المنازل التي ضمت صواريخ للحزب في جنوب لبنان انتهت باغتيال حسن نصر الله وعلي كركي عبر معلومات استخباراتيه دقيقه كشفت عن اجتماع لقيادات حزب الله بالضاحيه الجنوبيه كما يقول الجيش الاسرائيلي ضمن عمليه اطلق عليها اسم ترتيب جديد. ذلك الترتيب وتلك العمليات على لسان هيرتسي هاليفي رئيس هيئه الاركان الاسرائيليه لم تنتهي فالغارات على الضاحيه الجنوبيه مستمره في رساله اصدرتها اسرائيل بان اطلاق النار من حزب الله لم ينتهي مع انتهاء حياه نصر الله ورغم اختيار بديل تتداول وسائل الاعلام انه سيكون هاشم صفي الدين الوثيق بصله قرابته مع حسن والمشابه له في الشكل واللكنه ورغم الصمت المطبق الذي تخلله إطلاق صليات ورشقات صاروخية على مستوطنات إسرائيلية ترافق معها بيان المرشد الإيراني علي خامنئي بمساندة أذرعه في المنطقة ومنها لبنان البيان الذي تجاهل فيه خامنئي الحديث عن مصير نصر الله وبديله قوبل بإعلان إسرائيلي بالاستمرار في ضربات ضد حزب الله تبعها إعلان تحشيدها للقوات البرية على الحدود مع لبنان وسط تقرير كشف عن اقتراب الاجتياح البري وتحديدا بيان الجيش الاسرائيلي باستدعاء ثلاث كتائب من قوات الاحتياط لتعزيز دفاع القياده المركزيه والتاهب للغزو اما ما تخبئه الساعات المقبله فالتاهب الذي يحكم الموقف في اسرائيل والقوات الامريكيه في المنطقه يقابله ترقب لما قد ينتهي اليه المشهد او قد يجر المنطقه لحرب شامله